السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا رز بالكبدة والجزر. رز بالكبدة والجزر، عندي كبدة وبصل وتوم وجزر وفلفل ألوان ومرق، سكر وكمون، بودرة زعفران، زبدة أو زيت، ملح وفلفل. كل ده جميل وحلو زي الفل. طب تعالوا بقى نشتغل مع بعض ونقول واحدة واحدة هنعمل إيه. زي إيه العادة ما بنقول لحضراتكم إن إحنا بنحب نعمل الكبدة بطريقة جميلة جدا. حبة الخل مع الماء اللي بتغلي وشوية الملح، ننقيها ونبرد عليها. أول الحلقة دي بنعمل الكبدة بتاعتنا كده. كبدة فريش. أهي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط واحدة ونطلع بواحدة. نحط واحدة ونطلع بواحدة. يبقى احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا طيب ماشي كده. نشيل بقى ده من هنا. طيب احنا كده حضراتكم عملنا صدمة بسيطة، فرش زي ما هي بس بننقيها من اي حاجة. نبدأ نعمل الرز بتاعنا كده. نحط حبة زبدة طبعا. بسبح على مدام مي ابو شناف، ضيفتنا هنا في مصر من ليبيا، جات امبارح وسط مصر، يعني بنقول لها مرحب بيكي في بلدك التاني، وبشكرها على مجيتها ان شاء الله. وبشكر محمد حمادي، ده بقى ابننا اللي هو في ليبيا، الشاب الجميل اللي هو كان مستضيفنا هناك وكان قايم بكل حاجه، بشكره من كل قلبي وبصبح عليه، بقول له هتيجي يا محمد يا حمادي، وهشوفك. وبشكرك على الهديه الجميله يا حبيبي، اشكرك ومشكرين جدا، وان شاء الله نشوفك في مصر. محمد حماد ده من الشباب اللي زي الورد. ها؟ هو ما قالكش؟ هو هيقول لك حبيبي. كده هنا اهو. الناس يعني الناس الحلوين بيتمر العيش وملح والعشره، يعني في موده وفي محبه، بتبقى حلوه قوي يعني. مش معرفة مصالح وخلاص، لا بتبقى معرفة جامدة وحلوة يعني. هنا حبة بودر الزعفران. ونصلي على النبي. اهو. صبح لي يا محمد على شباب بني غازي كله اللي كان معانا، الله يخليك. الشباب الجميل اللي كان معانا في بني غازي صبح لي عليهم، ونشوفكم قريب ان شاء الله. ما تنساش النبي يا عم ابراهيم. وابراهيم بيصبح عليك يا محمد. ابراهيم طبعا المخرج بتاعنا طبعا بيصبح عليك. طيب ماشي، هرجع هنا بقى كده. ايه؟ نسيب الرز بتاعنا يشتغل على الهادي، ونبدا نشتغل في كبدتنا اللي احنا عايزينها. هنا حبه الزبده اهم مع شويه زيت نسبه وتناسب كده. نصلي على الحبيب واللي قصاده عمره ما يخيب. طيب كده ادي الكبده، هي لسه فريش اهي. بصوا بس احنا عملنا لها يعني، بص ازاي فريش ازاي يا عمي. بص البلد بتاعها اهي، شفت يا جميل؟ بس عملت تنقيه كده بسيطه. يا عم الحاج عبد الحق، ازيك يا شيف؟ انت فين يا غالي؟ الله يخليك يا غالي. مش سامعين صوتك ليه يا غالي؟ بس
الله يخليك، الله يحفظك، بسم الله ما شاء الله عليك وعلى اللي في يدك. حبيبي يا عم الحاج حبيبي، وحشنا صوتك يا عم واهل الاقصر واهل. على فرح العيال لو دعيتك تجيني حبيبي. على عيني على عيني، ده شرف ليا. يا سلام حبيبي يا عم عبدو كده اهو. هنا بقى حبة سكر اهم. اصحى بقى معايا والنبي، شوف بقى الشغل الحلمبوحة بتاعنا ده. يا شيخة ورميتها في الاخر. بونا بوتي. نعم كده، ادي البصل وادي التوم. نكرمل البصل وبعدين ننزل عليه نكرمل السكر وننزل عليه بالتوم اهو. لازم يكرمل معايا، لازم يكرمل معايا. حاجات جديدة وحلوة وهتعجب حضراتكم ان شاء الله. اذكر الله وصلي على النبي. النهارده بنعمل حبة شغل حلوين كده، إن شاء الله يعجبوا حضراتكم. إن شاء الله يا رب. نصلي على رسول الله. ليه؟ لا ما ينفعش طبعا، مش قايل طبعا، مش انت عكيت امبارح؟ وعشان كده راجل ما راحش الشغل يا عيني، ما راحش الشغل، قالك بطني وجعاني. من ايه؟ قال لي من اللي عملته فيا مراتي. ماليش دعوه في حد بقى، ومش عايزين نتكلم في سيره حد. الكراميل اهو، ما مش عايز بهد النفوس. الرز شغال. سلام قرن فلفل حراق كمان معاهم، هو مش في النص بس انا زودته. نصلي على حبيبي سيدنا محمد.
ست ام حسن. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. أيوة ست. السلام عليكم. سلام يا ست ام حسن، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليكم، كلنا طيبين. بعود الايام يا فندم ومؤمرين سعادتك. الله يخليكم، كلنا طيبين. الوقت اللي فراخ الدمرك دي مربيها في البيت. مالها؟ ده الفراخ الدمرك مربيها في البيت. مالها؟ بعملها الربا صدر بتاعها مليش كده ما بتاكلش. لا، الفراخ الامهات دي بتبقى حلوه. لا ده هي فراخ تسمين. طب ما فراخ تسمين، تسمين اسلقيها حلوه تطلع معاكي زي الفل، ازاي تسويها زي الناس بس؟ لك عمرها ما هتلاقي في مني. لا هتلاقي في ازاي بقى يا ست؟ لا لا اللي انت بقى تكون جايبها فراخ جايبها من حته من مهجر بقى، ما نعرفش منفذها منين. كده حطينا الكبده بعد ما البصله كرملت حبيبي يا رسول الله. مين هي؟ انا عايز اعرف هي مداكي ايه في السل. انا ما سلقتهاش، انا غسلتها بتاعتها. لا اذا كان هي في السل عليه، امال في الفرن هتعمل ايه؟ هتتشوي. اذكر الله وصلى على النبي يا باشا. حلو 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 كده. نقلب الرز بتاعنا. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وكده عندي كبدة استوت. والله انا دقتها لقيتها في منتهى الجمال، طلعت حلوة ان شاء الله. بصوا الشكل عامل ازاي، لون الجولدن ده مع فلفل الالوان مع البصل مع الثوم، طالعة حكاية وحلوة وزي الفل. نبدأ في الطبق اللي بعده، هنعمل فراخ مكسيكي. هنعمل ايه يا عمي؟ فراخ مكسيكانو. نشوف مقاديرنا مع حضراتكم. هي هتبقى حاره شويه، صدور فراخ وبصل ثوم وشطه وبابريكا وجنزبيل او زنجبيل وفاصوليا، بيضه وحمره، وعندي سويت كورن اللي هو الفلفل الذره الصفراء، عندي فاصوليا بيضة حمراء، عندي فلفل حار، عندي فلفل الوان، خل، عندي زيت زيتون، وطبعا شوية طماطم بوريه، شوية طماطم فريش، وملح وفلفل، وحبش العملية تحبيشة حلوة كده. كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هنعمل الفراخ المكسيكي ازاي. ايه اللي بوظ السكاكين دي كده يا جماعه؟ عملوها زي المنشار. لا السكينه دي جت في المطبخ جوه وجت بره. هنشوف ده في الفصل. السكينه دي كانت جوه وطلعت بره. السكينه دي بتاعتك لو سمحت دخلها جوه تاني، وقت اللي انت خدتها. يلا حبيبي مش عايزين ضحك على الدقون بقى. انا عارف كل حاجه، بقول لك ابن بطني بيفهم رطني. طيب كده هنا حبه زيت زيتون، وادي البصل، ثوم،
ست الحاجة أم خالد، سلام عليكم. سلام، ازيك يا شيخ شربيني؟ ازاي حضرتك يا أم خالد؟ والله أنا بتصل مخصوص عشان أشكرك والله. خدامك يا فندم، أمريني. بشكرك والله لأنك يعني بجد إحنا اتعلمنا منك حاجات كتير. لا أنتوا أحسن مني يا ست الكل، أنتوا أحسن مني يا ست الكل. ربنا يخليك يا رب ويديلك الصحة. أمريني سعادتك. وحبيبتنا في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. الله يصلح حالك، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بناشد ست الحاجة أم محمود، كنت جبت لها كرسي وقالت لي أنا عايزة كرسي تاني غيره، اللي هو حاجة تانية يعني. شفت بقى ازاي؟ ايوه، اصحى بقى معايا. فأنا جبت يا ست محمود الكرسي اللي طلبتيه التاني، موجود برا، يا ريت حضرتك تبعتي تاخديه. جبته من زمان كمان يعني، من ساعة ما كلمتيني حضرتك الكرسي بتاعك موجود اللي بنفس المواصفات اللي انت طلبتيها. يا ريت حد يجي ياخد الكرسي من على البوابه كده. هنا نصلي على الحبيب. طيب عندي طماطم متقشره اهي، دي الفراخ المكسيكانو. نصلي على النبي. الرز بتاعنا استوى. كهرمان، ايوه كده. مال الهوا يا اما، مال الهوا مال. طيب اذكر الله وصلى على النبي. بابريكا، زنجبيل، سبايسي، وادي شوية فلفل. شوية ملح. فلفل. شوية الطماطم والبوريه. نجيب بقى شوية الطماطم ونقشرهم دول. اصلا طريقه لتقشير الطماطم اللي انا بعملها قدام حضراتكم اسهل حاجه وجميله جدا، وانا اصلا ما بحبش قشر الطماطم.
حبه السكر الفيضين اهم عشان الجزر بتاعنا. نصلي على رسول الله اهو. لازم تاخد شوية كزبرة خضرة الزبدة كرملت مع السكر وادي الجزر بتاعي. بصل الجزر مكرمل مع الزبدة حاجة حلوة جميلة 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 جميلة. نعم يا فندم. حاضر، في كرسي تاني الدكتورة إلهام اتصلت بينا، لو حد عايز كرسي بحمام موجود عندها غير اللي أنا جبته، اللي أنا جبته بتاع ست محمود موجود عندنا. لو حد حضراتكم ليه مزاج أو عنده حد عايز كرسي بحمام يتكلمنا، الدكتورة إلهام متبرعة بيه، هنعمل تواصل معاها وممكن نجيبه. شكرا الدكتورة إلهام على تبرعها بالكرسي. كده الجزر ده اتخذ سوتيه كده مع الزبده والكراميل. والفراخ المكسيكي شغاله. فلفل الوان. ادي الفلفل الاخضر. لو نفس الطريقه اللي انا بعملها دي دخلت عليها لحمه مفرومه بدل الفراخ، هنقول شيلي كونكار. برضو دي اكله مكسيكي. نعم يا فندم. خدام سعادتك يا فندم، انا سيف رمل عشانك. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا هنغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. المخرج قال لي انت عملت ايه من ساعه ما جيت؟ شافك بتدلع وما اشتغلتش. شكني يا عم عبد الهدوم اول دش. نغرب بقى عشان ايه المخرج عامل لي قلق. نبص بقى هنغرف ازاي. خليك معايا يا استاذ. ادي الكبده مع الرز مع الجزر. كبده مع الرز مع الجزر اهي. بقول له هو انت نسيت ان انت حاطط القالب ده؟ ايه صدق يا اخي، طب قول لي ان انا حاطط القالب يا اخي. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. أنا بغلط قول لي إن أنت ناسي، نسيت أرفع القالب، طب أعمل إيه؟ مش عارف، أقول له إيه مش عارف.
لغيني طيب. بتعمل شاي وبتبوظه، ولا هتنفع تاني ولا بص بقابلني لو نفعت. طول ما انت قاعد كده طرزان يا اخي، اتجوز يا اخي، اعمل اي حاجه يا اخي، فرح اهلك يا اخي. يا ساتر يا عم، حرام عليك بقى، ورا فرح الوليه ده دي. طيب ادي المكسيكانو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وزي ما اتفقت حضراتكم مع بعض ان احنا لو حطينا لحمه مكان الفراخ هنقول عليه شيلي كونكور. نقول ايه؟ شيلي كونكور، برضو اكل مكسيكي. مكسيكي بالخير يا امه. نشيل بقى الايه؟ الكفر بتاعنا ده، عشان المخرج فرحان قوي ان انا ايه؟ نسيت. انا بضحك عليه طبعا، انا ما نسيتش ولا حاجه. صلى على النبي، صلى على النبي. حبة كبدة زي الكتاب ما قال، بالروقان ومزاج وعنب العنب. اذكر الله وصلى على النبي. عندي حبة سلطة حلوين ورايقين مع الجارليك بريد او التوست مع الجارليك. مش هنقول فرنش بريد اللي ده توست. يبقى اول حاجة نعمل توم هنا عندي اهو، وادي حبة ملح، ادي حبة فلفل، وادي الكبة، وادي التوم اهو. حط طاسة على النار، تطحن بسرعة. حبيبي يا رسول الله. كده. ادي حبة الزبدة. وادي شوية التوم. زبدة مع توم مع ملح وفلفل، بنسيحهم بس شوية كده صغيرة، وبعد كده هنشاور حضراتكم نعمل فيه ايه. ممكن ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا غير المحطة ولا في حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم وكده نعمل شويه سلطه حلوين. حبه سلطه بالبيتا تشيز. شوف مقاديرنا، عندي جرجير وبصل، زيتون اسود، طماطم، جبنه بيتا، خل، تفاح، زيت زيتون، عيش محمص مع اهو ده العيش المحمص بتاعي اللي انا هعمله جارليك بريد اهو كده. رومون اصحى معايا الفرن، ايوه، عشان ما نعملش زي كل مره. وانا بقول لك وبحذرك
نصلي على الحبيب. نعم يا فندم. حاضر. أنا جاهز. تعرف تقول شاغلني قلبك خالي؟ ماشي. كده هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطة ونروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل كده معايا الزيتون مع خل التفاح مع البصل اهو. نيجي بقى هنا كده الصلاة على النبي. زيتون خل تفاح بعد كده عندي عيش التوست بتاعي ده مع العشاء بالليل. مع العشاء بالليل انسي قاعدة حلوة كده قدام التلفزيون وناخد وندي مع بعضك في الكلام. ومعانا ده ما بيشبعش حرام عليك يا شيخ. انت عايزة تلهطي كده اهو. اشكر عمي ابراهيم على تعبه معايا النهارده واشكر كل الكاست اللي معايا واقول اشوفكم ان شاء الله. بقول لي هتاكلوا ازاي ده؟ بقول له هجيب حته جبنه كده كده مع عودين كده اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.